امتحانات البكالوريا أيام 12 و13 و14 يونيو المقبل. هذه الامتحانات حسب وزير التربية الوطنية محمد الوفا ستعرف مشاركة أزيد من 451 ألف مرشح ومرشحة. نسبة الإناث فيها تمثل 47% من مجموع المرشحين. وزير التربية الوطنية أوضح أن امتحانات هذه السنة تعرف مجموعة من المستجدات أبرزها تعديل صيغة حساب معدل الدورة الاستدراكية باعتماد أعلى نقطة حصل عليها المرشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية. الأخير ستجرى أيام 10، 11، و12 يوليوز المقبل. وكذا تحسين وثيقة شهادة البكالوريا بواسطة طابع التأمين ومنع إدخال الهاتف النقال إلى قاعات الامتحان تحت طائلة الإقصاء من اجتيازه في إطار سلسلة من الإجراءات لمحاربة الغش في الامتحانات. وأول تجربة للدعم في المواد المقررة في امتحانات البكالوريا عبر الشبكة العنكبوتية بالمجان. المبادرة انطلقت من مدينة ورزازات لتعمم عبر أرجاء التراب الوطني. فورباك هو اسم الموقع الإلكتروني الذي يمكن تلاميذ البكالوريا من مراجعة دروس الامتحانات بالصوت والصورة وبشكل تفاعلي مع أساتذة مختصين. التجربة هي تقنية جديدة في العالم العربي والأولى من نوعها على الصعيد الوطني. تفاصيل أخرى عن هذه المبادرة مع أيت إيشو عبد الله رئيس جمعية فورباك التربوية متحدثا إلى جواد الطاهري. فورباك هو أول موقع مغربي متخصص في الدعم التربوي لفائدات تلاميذ البكالوريا. يمكنهم ماشي يستفيدوا من دروس الدعم مختلف المواد مجانا من خلال الاعتماد على شبكة الانترنت أو ما يسمى بالأقسام الافتراضية اللي كتمكن التلميذ باش يتواصل بشكل مباشر بالصوت وبالصورة مع الأستاذ. هذه التقنية هي تقنية جديدة في العالم العربي وهي تجربة فريدة من نوعها في المغرب. يستفيد منها حوالي 200,000 زائر شهريا لموقع ديال فورباك لكن يستفدوا إلى جانب الدعم التربوي من خدمات أخرى كالتوجيه بالإضافة إلى الدعم النفسي اللي كيخدموا مجموعة من الأساتذة اللي كيشتغلوا مع منتديات فورباك. هذه التجربة هذه انطلقت من مدينة ورزازات والآن أصبح عندها واحد البعد وطني. رغم النجاح كبير اللي حققته هذه التجربة إلا أن هناك صعوبات كانت منها من الوزارة الوظيفية القطاع يعني وزارة التربية الوطنية أنها الدعم على التجارب هذا وفي فتح على مثل هذه المبادرات لأن المغرب كما كان عارفوا فيها كفاءات فيه طاقات فيه مؤهلات في نتمنى أن يتم الانفتاح على هكذا مبادرات. اللي بغي يستفيد من التجربة ما عليه سوى الدخول إلى موقع فورباك اللي هو www.fourbak.net. بالتالي راه غادي يلقى الجدول الزمني الخاص بدروس الدعم اللي كتنطلق دائما على الساعة 9 مساء. كان هذا إيت إيشو عبد الله رئيس جمعية فورباك التربوية.